بالباربي اليوم وين؟ طبعا اقسم بالله مشيت من هنا فتت من يم مكر مع التمساح نفخ علي نفخه الا طفرني. ايوه ما له شغله غير لما تحطه بالمي. فخ البطه هذا من دقايق. هذا رف كامل منه لإله. يلا ذاك الثاني عم ينزل من فوق شايفه؟ في رف كبير من فوق عم ينزل. واو اذا كفى. They are locking down. هيدا نزل. اترك السنجل اتركها. هذا رف البنتين عم ينزل. اجت السنجل عم تغط بالمي. ينزل الرف مثل ما هو عم ينزل. انا خبطت اثنين بس ما اعرف نزل الثالث. انا خبطت اثنين والله. رجع لك شو استك؟ ليش عم بتعلق مان؟ بس كل ما اعطي الداك برا ها؟ هيا انا طلعت بالمي شايف؟ عمل لك ابط اثنين انا.
احلى بطاط لعيون الشباب، تيتي بنتال. يلا عودوا لمواقعكم. انا فشل الدكر، ما انا اول شيء نشات على الدكر شفته نزل شايفهم كلهم سود. وين رايح؟ يلا ارجع يا اوسع محلك. يلا هون بالنص وانا قاعد هنيك. هلا 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 مليان بط مليان كله ذبح حلال. هلا 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 والله فات. ابو الجماسي بطنين شبي تاهو. اليوم يا شباب كان نهار كويس so far، ما كان بزي كتير، ما كان في طير كتير وبرد، بس الحمد لله اخذنا 6 بطات رزقنا اليوم. كنا انا ويحيى واوس، اوس يعني ضلوا على التليفون بس ماشي الحال. اول مشوار اوس، اول مشوار في الصيد، بده شوي تدريبات بعد ان شاء الله قريبا نصير بروفيشنال. اكيد اكيد اكيد، ما حدا خلق معلم يا معلم، ما حدا خلق معلم. وان شاء الله يكون يعجبكم الفيديو، راح ننزل فيديو اليوم ونوافيكم بكل جديد. وما تنسوا سبسكرايب ولايك وشير الفيديو.